احنا ساعدنا بدعوة الأخوان في قطر. المعرض الحقيقة معرض رواد تحديدا استفدنا منه كثير من خلال تواصلنا مع رواد الأعمال في الخليج من كل دول الخليج، وكذلك استفدنا من كثير من الورش اللي تشجع ريادة الأعمال سواء في قطر أو كذلك في بقية دول مجلس التعاون. ورحنا التقينا الحمد لله اليوم، وكان لقاء ناجح جدا مع الأخوان في بنك تنمية قطر، وتكلمنا معهم على فرص توسعنا في قطر. والحقيقة في عدة فرص سواء في يعني القطاعات التقنية بشكل عام، وتحديدا في القطاع اللي يخصنا يمكن، اللي هو قطاع الهيلث تك أو قطاع الصحة الرقمية.